بضع قطرات من المسحوق البنفسجي ستعطينا دخان الزينة. ها هو ذا، آمل أن يكون فعالاً. مدهش يا بابا سنفور. مفكر؟ أظهرت من الخلطة؟ لا بابا سنفور، لحظة، أتيت لأرى هل تحتاج إلى أي مساعدة من أجل الاحتفال بذكرى جدك؟ أنت تعلم مكانتك في قلبي بابا سنفور، صحيح؟ نعم، جميل منك أن تعرض علي المساعدة، ولكن أعلم ماذا أفعل. رسام وطباخ يجهزان لأجل الحفل وأنا سأشرف عليهما. إن لم يكن كل شيء مثالياً فإن جدك سيطاردنا في الأحلام كل ليلة، لذلك يجب أن أتولى الأمر، فإن لم أتابع عملهما فإن هذا الحفل سيكون كارثة مسنفرة. حسناً، ولكن لا تزد في الأوامر. أنا أزيد في الأوامر؟ لا لا لا، رسم ذقن جدي بابا سنفور ليس سنفورياً ما يكفي، فهمت؟ أوه، كم من اللوحات يجب أن أرمي حتى نرضيك؟ رسام، يجب أن يكون كل شيء مثالياً، لا يجوز أن نقدم ما لا يليق بجد بابا سنفور. أنت تقصد بابا بابا سنفور؟ لا تذكر اسمه بصوت عالٍ، إن فعلت فستراه في كل ليلة وهو يطارده. كفاك، إنها خرافة كاذبة. يجب أن تكون لوحتك مثالية، وإلا فستندم بشدة. دعني أساعد. لتكن هذه لوحة مرجعاً لعملك، سيسعد بك بابا سنفور، اشكرني فيما بعد، اتفقنا؟ ولا تنسى رمي هذه اللوحات المبعثرة، فضوي. أكفي. هل تعلم؟ لا أظن الجزء أفضل خيار، صحيح؟ ما الذي تسنفره في مطبخي يا مفكر؟ أتذوق صنع يدك من أجل حفل الغد يا طباخ. بابا سنفور إنه مثل جده، يحب التوت. مثل جده؟ هل تقصد بابا بابا س... لا تلفظ اسمه، هل سنفرت عقلك؟ لا تدري ما قد يحدث. سأخبرك بما سيحدث يا مفكر الصغير، سأسنفر رقبتك إن لم تخرج من مطبخي وفي الحال. أها، كعكة النفاخة، رائع، بابا سنفور سيحبها لأني أعرف جيدا ذوقه الرفيع. يا لها من خيبة أمل، سنحتاج إلى واحدة أخرى، أرني همتك يا طباخ. بالتوفيق. وإن أردت نصيحتي فاصنع واحدة أكبر. أضف من المسحوق الأخضر مقدار نقطة. ممتاز، أرجو أن تعمل. يا سلام، ألم تتعلم طرق الباب مثل السنافر المهذبين؟ إن مفكر عار على الفن. أترى بابا سنفور لا يحترمانني؟ مفكر، عندما أردت أن تكون المشرف. ماذا؟ قلت إن بابا سنفور هو من طلب إليك الإشراف علينا. لكنه لم يقل لا عندما قلت لا. لكني سأسنفر رأسك بلكفة. يكفي، لأجل بابا بابا سنفور سنفر من وجهي في الحال. هل سمعتما؟ ذكر بابا سنفور اسم جده كاملا، والآن سيواصل مطاردتنا في الليل. توقف عن هذه الخرافات يا مفكر. هي حقيقة، ستريان لا تعودا مذعورين عندما يعم الخوف المكان. اضحكا كما تشاءان، ولكن تذكرا لقد حذرتكما. أتعلم؟ لقد بدأ يثير غيظي حقا. إن كان يرغب في أن يخاف فطلبه عندنا، أليس كذلك؟ أأنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ العرض. أين هي نظارتي؟
هل من أحد هنا؟ يا مفكر، أنا غاضب عليك. أنت الذي يجب أن لا ينطق اسمك. نعم يا مفكر، وأنت ذكرت اسمي لذا أتيت لمطاردتك. لا لا، لم أكن الفاعل، إنهما طباخ ورسام. سلطان، توقف عن إصدار الأوامر إلى أصدقائك. عدني أن تدع طباخ ورسام يفعلان ما يريدانه. نعم نعم، سأفعل كل ما تريد. مرحبا يا روكي، ما رأيك أن نذهب لصيد السمك؟ في وقت لاحق يا أبلة، الآن نخيف مفكر. كما تريد، في وقت لاحق. أعدك يا بابا بابا، أنا أعدك صدقا، ولكنهما سيئا. أكفي وإلا سأطاردك 100، لا بل 200 سنة. لا، أنا أعدك، سأكون مطيعا، سأكون مطيعا. سأتركك الآن، ولكن ستنفذ تمرين القفز 25 مرة، وتعد إلى 100 قبل أن تذهب إلى سريرك وتغط في نوم عميق. أجل بأمرك. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. مرحبا مفكر، هل ذهب بقية السنافر؟ وهل نجحوا في إخافتك؟ ماذا؟ كانوا يخيفونني؟ لقد فهمت. هل لحية بابا سنفور بيضاء ناصعة؟ أنا لا أظن ذلك، لا شك أن جده المخيف لحيته بيضاء، صحيح؟ صحيح صحيح، ولكن ماذا عن كعكتك؟ هل هي جيدة؟ عليك إمدادها بتأنن، أليس كذلك؟ وبفضل بابا بابا سنفور سنرتاح من إزعاجات مفكر وخرافاته الفارغة. هذا أكيد، رأيت مفكر بالأمس، لقد كان يركض نحو الغابة. ماذا؟ نعم، وقد بدا لي كأن أحداً يلاحقه. لم نحسب حساب هذا. أظن أنه عاد، لنرى منزله. عزيزي جد بابا سنفور، لا اعتذار يليق بك أقدمه، أفضل من أن أشد الرحال وأترك القرية. كتب أنه سيكمل حياته في الكهف المجاور لشجرة السنديان الكبيرة. ماذا؟ لقد فقد صوابه. لنجد، هيا، بقاؤه في أدغال الغابة خطير عليه. إن علم بابا سنفور فسنكون في ورطة. أبلة، ماذا؟ أنا بابا سنفور. هل رأيت مفكر؟ أريده أن يساعدني في الإعداد الأخير للحفل. نعم، إن بابا بابا سنفور يطارده. قلت بابا بابا سنفور؟ نعم. لما هذه التفاهة؟ مفكر، عد إلينا. أرجو أن لا يسنفره دب أو شيء من هذا القبيل، لقد كنا قاسيين عليه. لا تقلق، سنجده بالتأكيد. مفكر، مفكر، أين أنت؟ عد إلينا، سنخبرك بشيء. ثمة أمر غريب، يسنفرني إحساس مخيف. أوه يا إلهي، نظارة مفكر. ما كان ذاك؟ أنها يهاجمني تنين. تنين؟ ما الذي يسنفره؟ سنفر بحياتك. يا إلهي، إنه تنين. لا تأكلنا يا سيد تنين. تاتا. مفكر، أين التنين الآن؟ أي تنين؟ ذاك؟ أقدم إليكما أعز صديقاتي، صحيح؟ إنها عضاءة عادية. أجل، هل ظننتما حقاً أنكما ستخدعانني بتلك الخدع السخيفة؟ أعرف بابا بابا سنفور، فهو لن... وهو لن ماذا يا مفكر؟ كيف تجرؤ يا مفكر؟ لقد ذكرت اسمي كاملاً،
وتظاهرت بمعرفتك لي أيضا. هذا يكفي يا مفكر، إنها خدعة ونحن نعلم هذا. نعم، نحن من فعلنا هذا أولا، أتذكر؟ ولكن أنا يكفي. ماذا تسنفرون يا صغار؟ مفكر يتآمر على صديقي وأنتما تخدعان مفكر. هذا يجعلني غاضبا، يعامل بعضكم بعضا بسوء. نحن نعتذر يا بابا سنسن، يجب ألا يذكر اسمك. هذا هو المطلوب، ولا نعود إلى القرية، تحركوا. سنافر الصغار يخافون الخرافات. رائع، ما أجمل أن تعود كما كنت. والآن كيف سأخبرهم بأن الاستعداد للحفل لم ينتهي؟ واثق بأنك ستجد شيئا يدهشهم يا بابا سنفور الصغير. قوي عاصفة، ليختار كل منكما فريقه. سنفورة. زنبقة. فلاح. بيغونيا. زهرة. شاطر. حاضر. حسناً. غضبان. أنا أكره أن يختارني أحد. غبي. أجل. اكتمل الفريقان، صحيح؟ لننطلق. أنا أكره الانطلاق. غضبان، تصدى لها. أنا أكره التصدي. حسناً. أجل. لا أطيق هذا وأكره ذاك. ها، إن كرهت اللعب فقعد احتياطياً. أنا أكره الاحتياط. أوقفوا عاصفة. عصفت يا حسنة، أحسنت يا عاصفة. أنا أكره أن تضرب الكرة رأسي. غضبان، أنت تخسرنا حتى عندما لا تلعب. غادر الملعب في الحال. أنا أكره أن أستبعد. هيا ابدأوا. أريد أن ألعب بركل الحجارة. بركل الحجارة؟ ما هذا؟ رياضة. أنا أركل لك حجراً وأنت تعيده إلي يا أخي. أنا مشغول الآن. ولكن لا أستطيع اللعب وحدي. وأنا لا أستطيع اللعب معك. أنا حزين. واحد، اثنان، ثلاثة، جماد. واحد، اثنان، ثلاثة، جماد. هذا مذهل، تجيدون هذه اللعبة. مرحبا. أنا أرغب في أن ألعب مع ورقة وأصدقائها. أي أصدقاء؟ لقد هربوا منك وأفسدت لعبتنا كلها، اتركنا. لا أحد يريد أن يلعب معي. لا أحد يريد أن يلعب معي. أنا أكره العمالقة. الجميع يخاف مني. لا أحد يريد أن يؤلف صداقة معي. وأنا أيضا. هل نصير صديقين؟ ماذا؟ ابتعد. أنا أكره العناكب. وأنا أيضاً أكره العناكب كثيراً مثلك. أنا أكره أن أصيد السمك، وأكره أن أرقص، وأكره أن أمشي. أنا أكره العظاءات. وأنا أكره العظاءات أيضاً. حجر، ورقة، مقص. أنا أكره الحجر. Hmm.
آسف. هل نلعب بالكرة الآن؟ أنا أكره الإطراء، ولكنك ماهر حقا. ليت الآخرين هنا ليروك. وجدت طعاما؟ أرغب بشدة في أكل سنفور. لا، لا يمكنك أكل هذا السنفور، السنفور صديقي. أنا أكره أن أكون متوقد المشاعر. العمالقة ليسوا أصدقاء للسنافر. أنا أستطيع أن أكون صديقا لمن أشاء. هل ترغب في أن تلعب معي؟ تعال. لا، عندي صديق ألعب معه، لا حاجة إليك. سنفور، أخذت أخي. أنا أكره الغيرة. ما هذا؟ سنافر يلعبون بالكرة. لحظة، لما لا نؤلف فريقا ثنائيا معا لنلعب بالكرة؟ فريقان؟ هذا صحيح. أنا أكره الذين يأكلون السنافر. لن أكل مزيدا من السنافر، هذا وعد. هل أعلمك إحراز الأهداف؟ كنت محظوظة. مرحبا. سنفور غضبان يذهب، وإلا نلت عقابا شديدا يا عملاق. ولكن صرت سالما للسنافر، أنا نباتي الآن. صار غضبان صديقا للعملاق الشرير؟ هل فقد صوابه؟ نريد أنا وصديقي العملاق أن نخوض مباراة بالكرة، نحن فقط في مواجهتكم جميعا. تقول الفقرة 36 من الفصل 24 من كتاب القواعد: لا مانع من أن يخوض العملاق النباتي مباراة مع السنافر. أنا لن ألعب ضد العملاق. وأنا أيضا. وأنا نراكم في القرية. حسنا غضبان، ستلعب أنت وصديقك ليفوز الفريق الأفضل. هذا متعب، علينا ألا نواصل اللعب معها. يجب أن نتوقف عن اللعب. قررنا استبعادك مع العملاق من البطولة. ماذا؟ لقد سئمنا من أهداف ذلك العملاق. تماماً، النتيجة 200-0. مبارك ووداعاً. أنا أكره أن أستبعد ثانية. لا تهتم، لا يزال في الإمكان أن نخوض مباراة بالكرة معاً أنا وأنت. النجدة! ماذا يجري؟ النجدة! سنفر بحياتكم! هذا أنت؟ لن تستطيعوا الهرب، أريد أن آكلكم بهدوء. دعهم وشأنهم! أنت ابقى معي هنا. أنزلني، علي المساعدة. لنهرب من هنا، سنفر بحياتكم. أنا لا أفهمك، تريد مساعدة من جرح مشاعرك؟ أنا دائما أساعد السنافر وقت الخطر. نحن صديقان ولا نحتاج إليهم. ولكن هم أصدقائي أيضا. أنا أكره أن يوضع أصدقائي في كيس، وأنا أكره العمالقة المخيفة أيضا. أنا أكره أن أوكل.
اترك صديقي. أنا أكره أن أترك صديقي العملاق في خطر. انظروا كيف يتسفران. عصفوران بحجر واحد. ولكن لولا أن ساعدنا العملاق لكنا جميعا محتجزين الآن. أنا أكره أن يؤذى صديقي. بطني. الواحد للجميع والجميع للواحد. شكرا لكم على مساعدتي. آسف جدا لأني تخليت عن صديقي الوحيد. آسف يا أخي، لا أريد القتال بعد الآن. كنت أغار من صديقك سنفور، فأنا أحبك كثيرا يا أخي العملاق. أنا لا أحب أن يقاتل صديقي أخاه بسببي. هيا يا أخي لنذهب ونلعب معا. أنا لم يعد لدي صديق. نحن لا نزال أصدقائك يا غضبان. هيا ستلعب في فريقي. لا بل في فريقي. أنا لا أزال أكره خوض المباريات بالكرة. صباح الخير أيتها الشمس المشعة. لنرى الآن، هل نضجت جميع يقطيناتي؟ البرد قارس. ما كل هذا البرد يا هل؟ هل فقدت عقلي أو أن الجو يتقلب بين برد وحر؟ ما الذي أصاب الجو؟ سيؤثر اضطراب الحرارة هذا في موسم الحصاد. أنا أكره الحرارة. أنا أكره الرياح. ورقة؟ هل أنت بخير يا ورقة؟ أهلا أيها الحلزون، أتعلم أين بابا سنفور؟ أحتاج إلى مساعدته. هذا يفسر لنا سبب جنون الجو. السيدة ورقة مريضة، علينا مساعدتها قبل أن تسوء حالها. إذن سأبدأ بفحص حرارتها. أنا أكره البرق جدا. مثير للاهتمام، تبدو لي حالة عسر هضم. دعوني أتحسس نبضها. لا أعرف كثيرا عن مداواتكم، ولكن سأفعل ما في وسعي لأجلك. شاطر، أريدك أن تجهز لي خيمة طبية. حاضر بابا سنفور. مغرور شاعر، اجلب الأعشاب المطلوبة في القائمة من الغابة. بابا سنفور، أتعلم ما خطب الجو اليوم؟ اتبعاني. كل هذا بسبب مرض ورقة. دعني أقدم العون، لا شيء أفضل من النباتات الطبية لعلاج أمراض. لا داعي، أنا قادر على معاونة بابا سنفور وحدي. يجب علي فقط أن أقدم التشخيص الصحيح. يا سلام، أحب الطوق الذي تضعه. بيغونيا. يجب أن لا تمسكي بعصاك العجيبة.
فإن أمسكتها فقد تسببين لنا الكوارث. تفضلي يا دودة الأرض، احتفظي بهذه العصا، ولكن احذري عند استعمالها، فقد تكون خطيرة. رائع. لا مشكلة، اعتمدي علي يا ورقة، أنا سأعتني بها جيدا. رائع، أردت دوما أن أكون مثل ورقة. ستساعدك بيجونيا يا سنفور فلاح. ما سحقا للبرد، أعطي. نهك أن ورقة تلك لا تدري كيف تتحكم في قدراتها. سأجمع بعض الأعشاب الدوائية وأعود إلى سريري. المسكينة أذيت بشرتها من المرض. لكي يساعد ورقة نحو الغابة انطلق، مضى بها منبثقة، والقلب خوفا قد خفق من شر إذا انطبق. ورقة مريضة، ممتاز، إنها فرصتي الآن لأستولي على عصاها، وبقواها سيصير شرشبيل أخطر مشاود في الأرجاء. هل هو لم تظهرني؟ انظر، هذا أنا أيها الأجرب، والآن أحسن التصرف لأعطيك سنفورا أو اثنين. مرحبا أيها الصديقان، أنا أدعى الدكتور شربميل، أعيش في المدينة وأعمل فيها طبيبا. أنا ضائع، أريد الذهاب إلى قريتكما أو إلى أقرب قرية هنا. علينا خفض حرارتها. ربما هو نخر الأسنان. يكفي يا طبيب سنفور، أنا سأعطيها هذا العقار. هذا النبات سيجعلها تتحسن. أهي مفيدة؟ تفضلي يا ورقة. ماذا فعلت يا صفصافة؟ لو أنك لم تواصل العبث بعقاقيرك لكانت نباتاتي نفعتها. أعتذر من إزعاجكم أيها المحترمون، أنا أدعى شربميل، أعيش في المدينة وأعمل طبيبا. علمت أن صديقتكم تعاني مرضا ما، جئت لأسرقها، أقصد لأساعدها. لهذه القرية طبيب معروف. على كل حال، أين أتممت دراستك في الطب؟ في جامعة أم شرشبي، أقصد الشمس. لم أسمع بها. حسنا، قل لي ما تخصصك؟ الشعوذة، لا، أقصد الأمراض. حسنا أيها الطبيب، يمكنك المساعدة، سأخذك إلى ورقة. لا تقلقي يا عزيزتي، سننقذك الآن، وهذا وعد. ولكن لحظة، بحسب معلوماتي يجب أن يكون معها عصا، يجب أن لا تفقدها. هي في مكان آمن، فلا تشغل بالك. ألن تفحص مريضتك الآن؟ بلى بلى سأفعل. اتركه ينجز عمله، فهو يعلم ما الذي يفعله. آمل ذلك، لأنه إن كان مثلك فسيسبب لورقة وعكة صحية أخرى. ستكبر المشكلة. جد العصا يا هلهول، هيا، والأهم هو أن تتوارى عن الأنظار. أريد أن أسأل، من الطبيب هنا؟ ماذا أصابكما؟ لقد أفسدتما الصناديق. نحن آسفان، سنصلح الأمر. هات العصا. يكفي عبثا بيجونيا. هيا اتركيها. اتركها، اترك العصا. قلت اتركيها. هل سنفرتما لمظلة؟ الجو حار وأريد سنفرة قيلولة في الظل. أكيد، ولكن علي التلويح بالعصا أولا. فطر العفن، عذرا يا كسلان. بل شكرا لكما، الآن أستطيع أن أنام تحت الشمس. تقلب الجو المتواصل هذا سيضر ببشرتي الصافية. أرجوك يا بيجونيا، أعيدي إلي الشمس. حسناً،
فلاح. لا مشكلة، لون بشرة القرع جميل أيضا، أليس كذلك؟ هذا يكفي، لقد طفح الكيل. ولكن مهمة العصا هي أن تحقق طلبات الآخرين. وأنت لست صاحبة العصا. إنه أرنب لطيف. العصا. هل هول؟ فلاح آتية لإنقاذك. كنت رائعة حقا، فقد أنقذتني. شكرا على إطرائك. سأتكفل بها الهول. سأصيبك. أقول إنها تحتاج إلى مسحوق القرنفل أيها الطبيب المزيف. وأنا أختلف معك في كل ما تقوله، أنت لا تجيد عمل الطبيب ولا تجيد الفحص السريري أيضا. ماذا؟ ماذا تقول؟ سأجعل من رأسك دواء لتلك المريضة المتعجرفة أيها الطبيب الأزرق الوسخ. شرشبيل؟ شرشبيل بعينه. والآن أعطوني العصا أيها الصغار. العصا لي يا هنهول، وأنت هاتها. تفضل أيها الدب الظريف، تخيل ما أشهى طعم هذا السنفور، إنه ألذ مني. هل أصنعه لك عصا معه؟ موافق؟ لا لا لا. علمت من البداية أنه لم يكن طبيباً، فقد أراد معالجة التواء القدم بمسحوق القرنفل. كلام فارغ. تذكرت، عندما تصاب حلزوناتي بالبرد أقدم لها حساء، فإن كان ينفع الحلزونات فربما سينفع ورقة أيضاً. فلاح، أعاد حساؤك إلي عافيتي. شكراً ورقة. نعم، حلفه التوفيق، فقد كنت قريباً جداً من إعطاء التشخيص الصحيح. شكراً جميعاً، لولا أنتم لعبث الشرير المخادع شرشبيل بعصاي. ولأظهر مدى امتناني لكم، سأساعدكم على أن ينضج اليقطين بسرعة كبيرة. لا لا يا ورقة، شكراً، نحن لا نريد، فقد اكتفينا اليوم. سينضج اليقطين في وقته المعتاد. سأنتظر حتى تعود قطاً كما كنت أيها الواقع الأجرب. عندها سأريك، لكن لا نتوقف. وهكذا صارت البذرة الصغيرة شجرة شاهقة الارتفاع. النهاية. والآن وقت قيلولة منتصف النهار. اكبرنا يا صغيراتي. ليس بعد يا صديقتي، سنتركها تنضج ثم ستأكلن كل الثمار. لا، ألم تنضج بعد؟ لا أرى أي برعم. تحلى بالصبر يا طباخ، لن تنضج الثمار قبل الاعتدال الربيعي، وربما تتأخر أكثر. لا تقلق. لا أقلق، أنا لن أستطيع سنفرة فطيرة من دون الثمار. أتظن السنافر سينتظرون هذا الوقت؟ ستكون كارثة حقيقية. سوف تحصل على ثمارك، ستساعد ورق الثمار على النضج. اعتمد عليها. تفضلي يا وريقاتي، ألا ينعش الماء عروقك الخضراء؟ بلى يا فلاح. جيد، هكذا ستنمو أسرع. لا يا طباخ، توقف. أعتذر جدا من هذه الجلبة يا صغيراتي، هذه الموسيقى الجميلة لتحسين المزاج. النمو السريع بالإيقاع السريع. حسناً، لا بأس، ذهب ذلك الضجيج. أنا أعتذر حقاً من كل ما حدث لك. مزيد من الضوء سيساعد. لا، كنت تحرقها طباخ. ولكن انظر إلى السنفراية، إنها لا تزهر.
دعها لي يا طباخ. إن لم تتفتح يوم غد فسأجد لك شيئاً آخر لتصنع فطيرتك. ولكنني هكذا سأخيب أمل القرية بي وسيأكلونني في النهاية. لا، لن يفعلوا. لقد حاول سنفور أقول ذلك، لا تستهن به. اذهب واسترح يا طباخ، عليك أن تهدأ واترك أمر النبات للمحترفين. حسناً سأذهب يا فلاح. علي أن أجد حلاً. ماذا أفعل؟ وجدتها. يحين الآن منتصف الليل، ناموا جيداً يا سنافر. يحين الآن منتصف الليل، ناموا جيداً يا سنافر. يحين الآن منتصف الليل، ناموا جيداً يا سنافر. يحين الآن منتصف الليل. أها، خلطة لتسريع نمو النباتات. تحذير، لا تسنفر منها كثيراً. هذه تماماً ما أريد. يحين منتصف الليل، ناموا جيداً يا سنافر. سنفر فمك، نحن نحاول النوم. حسناً، الكثرة تزيد الوفرة. نلتقي في الغد يا حلوات المذاق. صباح الخير، هل نضجتِ؟ السنفرايا، ماذا حدث؟ إذن هل نمت جيداً في الليل؟ ماذا جرى؟ لماذا بلت؟ بل الأمر أسوأ. ماذا تعني بأسوأ؟ لم يعد هناك محصول لإطعام القرية، والمؤونة لا تكفينا إلا يومين. لا أفهم ما حدث، هل سنفرت شيئاً للنباتات؟ علينا رؤية بابا سنفور، سيخبرنا بما نفعل. لقد ذهب إلى مؤتمر الربيع، ظننت أنك ستصنع الفطيرة لعودته. لا بأس، سنذهب إلى ورقة، إنها الوحيدة القادرة على المساعدة الآن. هذا عجيب حقا، كيف لم ينضج هذا النبات بعد؟ ترى ما الذي حدث للطبيعة؟ هلا أسرعنا الآن؟ فلاح، لا وقت معنا لنضيعه. وجدتها، ما رأيك أن تصنع فطيرة الفطر؟ حقا يا أبا الأفكار، الفطر مكان السنفرايا، لنكمل طريقنا، هيا. ما ألذها، عليك أن تصنع فطيرة. أعدها لي أيها المخلوق الصغير. ما الذي تسنفره؟ لقد أكل الفطر الخاص بالكعكة. انظر، كثافة جيدة، ما رأيك أن نسمد به النباتات؟ فلاح، هل شممت رائحة السماد الفظيعة هذه؟ أو أنفك للزينة؟ والآن أترك أمر الطبخ للمحترفين. أردت المساعدة فقط، أعلم أني لا أجيد الطبخ. تلف محصول القرية ولم يعد هنالك ما يأكلونه، وكل هذا بسببي. أنا لا فائدة مني، هذا أنا. هذا لم يكن خطأك يا فلاح، علي الاعتراف لك، لقد سنفرت خلطة من خلطات بابا سنفور على النباتات. أنت ماذا؟ كنت آمل أن تنمو، ولكن كيف تجرؤ على فعل ذلك؟ أنا آسف. عد إلى هنا يا مسمم النباتات. قلت لك آسف. ستنال عقابك، بسببك كنت أشعر بالذنب. أنا هنا، ساعدوني. ورقة، ماذا حل بك؟ إنه فخ لشرشبيل. طباخ، لا
سأحررك. سحقا. ورقة، نحن نحتاج إليك، لو سمحت نريدك أن تنقذي محصول القرية. لا أعلم ماذا أقول لك، ولكن عصايا وقعت مني في مكان ما هنا قبل أن أعلق في هذا الفخ منذ يومين. فهمت كل شيء. إذا لم تعدل الجو حتى هذه اللحظة، هذا سبب تأخر الاعتدال الربيعي. جيد أنكما وجدتماني. هل بحثت عن عصاي؟ ستجدها هنا، لا أريد البقاء محتجزة أكثر. لا شك أنك تنتظر السنفراية، سأجعلها تزهر عندما أخرج من هنا. وجدتها! فلاح، أين أنت؟ هنا، في الجذع. مهلا، أعدها إلي أيها الأرنب. انتبه، لا تهز العصا، إنها حساسة. أعطني هذه العصا. جميلة. ماذا حدث؟ هل انتهى الأمر بك يا قطينة؟ تسبب العصا بعض المواقف الغريبة، ولكنك ألطف يقطينة رأيتها. حقاً؟ أهل من ذاكرتي السيئة، أين وضعت الفخ؟ ساعدتك أجده بدلاً من جلوسك هنا تحقق. إنه شرشبيل، اجلد العصا بسرعة يا فلاح. هيا، ألا ترى ماذا أفعل؟ ليس هنا أيضاً، أين اختفى؟ أعد إلي في الحال. ها؟ أنت بهلوان ماهر حقاً، هل كان يتدرب؟ هلول. سحقاً، هذا ليس وقتك. ما أشد براعته. عمل رائع. لا وقت لدينا، بسرعة. ماذا؟ لم يتغير شيء. حاولي ثانية. تبدو نبتة شهية وتناسب فطيرتك. مرحبا، هل قاطعت حديثكم؟ استعملي العصا يا ورقة، بسرعة. هيا تراجع أيها الغبي، هذا أنا شرشر. والآن دور طباخ. أهربا. هذا مذهل، هيا بنا بسرعة. وداعا شرشبيل. لا تتركيني هكذا يا ورقة. جاء الربيع مبهرجا كالنور من بعد الدجى. ما أجمل هذا المنظر، عادت الخضروات بخير. شكرا لك ورقة، وموسم السنفرايا مميز هذه السنة. حتى أقول لا يستطيع أكل هذا القدر منها. حسنا إذن، سأنصحه بأن يأكل أكثر. توقف عن الضحك يا أجرب، وتمهل كي أستطيع مجاراتك. حسناً، سيكون اليوم حافلاً. مرحباً مخلوق. بابا سنفور، ما هذه البذرة؟ إنها بقايا طعام فقط. ظننت أنها شيبة. تخيل أن تفسد منظر وجهي لحية بيضاء كلحيتك، فظيعة. هل هذه الهدية لي؟ لا لا، ليست لك بابا سنفور، قلبك لا يحتمل. ماذا؟ مرحبا يا قوي. مهلا، سأخذها عنك، لا ترضي ظهرك. هل تعني ما تقوله حقا يا قوي؟ أستطيع سفرة أثقالك إن شئت. تستطيع بلا شك، صحتك تعد جيدة لعجوز.
سأذهب لقطف السرسبيلو، عندها سترون إن كنت عجوزا لا أتحمل المقالب أو حمل الأوزان. ما الذي تقوله؟ لا شك أنك تقصد السرسبيلا اللذيذة. بل السرسبيلو، أنا أدري ما أقوله ولست خريفا، إنها نبتة نادرة تنبت مرة واحدة كل 300 عام. ترى ما هي فائدتها؟ إنها لها أسرار في الكيمياء. سآتي معك، الغابة مكان خطير لمن هم في مثل عمرك بابا سنفور. الخبراء وحدهم يعلمون أين مكان السرسبيلو. بابا سنفور ذاهب إلى الغابة، لا تلحقوا بي. في مثل عمري مزعجون. أعبري الغابة متجها إلى الشمال حتى تصل إلى تقاطع الطريق. يعاملونني كجد الهرم. الشجرة الكبيرة ثم استدر نحو اليمين. أعلم أن شعري أبيض وظهري ضعيف، ولكن أستطيع تدبر أمري في الغابة. حقيبتي معي وأموري بخير. ثم سنفر إلى أعلى التل. غريب، لا أرى كهفاً على الخريطة. هذا ممتاز جداً. بحسب ما قيل في مؤتمر المشعوذين الأخير، السرسبيلو تضعف قواك في الشعوذة، وبها سأصير أهم مشعوذ على الأرض. علينا أن نعرف مكانها فقط. هيا فعل شيئاً أيها الأجرب، جذ السرسبيلو. سأثبت لسنافر الصغار أني لست جداً عجوزاً، فعندما أجد السرسبيلو. مرحباً. هل تبحث عن شيء ما أيها العجوز؟ لا البتة، ثم إني لست عجوزاً. هراء، أدركت أخيراً أن لا نفع لك في أي شيء، وجئت تبحث عن السرسبيلو؟ هيا اعترف. سرس بابايا، ماذا تكون هذه؟ كأنك نسيت إلى من تتحدث يا جدي. أعطني الكتاب بسرعة. هيا سنفورة. ادخل هذا القفص. إلى هنا أيها العجوز. أحسنت بابا سنفور. إن أمسكت بكما فسأجعلكما عبرة للغابة كلها. هل ستخبرني بما تفعله السرسبيلو؟ حسناً، ألم أقول لك لا تلحقي بي؟ قلت لك الأمر سر، وأنا لست عجوزاً حتى أتوها في الغابة. حسناً، من هنا. صفصافة؟ أيتها الغابة، هلا أخبرتني أين خبأت السرسبيلو؟ ليت معي بعضاً منه. بابا سنفور، أنت هنا أيضاً؟ نعم، أنا أحب المشي في الغابة بعد الغداء. وكتاب الخرائط هذا جاء ليتمشى معك؟ صفصافة، هل تعلمين أين نجد السرسبيلو؟ ماذا؟ مرحباً جميعاً، هل تبحثون عن السرسبيلو؟ من؟ نحن؟ لا، كنا نذكرها الآن. هذا رائع، سمعت عنها في المدرسة، إنها تعطي المبتدئين سيطرة كاملة على قواهم. كما ترون، أحتاج إليها كثيراً. معلوماتك خطأ يا ورقة. إنها ليست لهذه الأمور، إنها لصنع الشاي وإزالة البثور. حقاً، ولكن شرشبيل قال إن لها قوة، لذا يبحث عنها. شرشبيل يبحث عنها؟ أجل، رائحتها القوية تخيف العمالقة، وهم يكرهون المشعوذين كما نعلم. هل تظنونني غبية جداً؟ حسناً، لا بأس، هيا نبدأ من جديد. لكون الجميع هنا، فلنؤلف فريقاً ونجدها قبل شرشبيل. هل هون؟ توقف عن التظاهر بتنظيف نفسك وحاول أن تطلق سراحي في الحال. هل هول أيها الأجرب اللئيم؟ أمي، جئتي في وقتك. قل لي، ما الذي ورطت نفسك به هذه المرة؟ إنهم أولئك السنافر الخبيثون. ليس لدي وقت لقصصك التافهة، علي أن أجد السرسبيلو، النبتة التي تجعلني جميلة.
أمي، السرسبيل لن تجعلك جميلة، ربما قد تزيل من وجهك بثرة أو اثنتين. وجهي نقي أيها الأحمق، أريدها لقدمي، أحتاج إلى تحسين مظهرها قليلاً. حسناً، لا وقت للكلام الآن، سأحررك بعد أن أجد السرسبيلو. وداعاً ولدي الأخرى. مهلاً، لا تتركيني، أعلم أين تنمو، حرريني لأخبرك عن مكانها. لما لم تقل هذا من قبل؟ تعال معي لتدلني. خروج، دخول. عندما أجد السرسبيلو يا أمي سآتي لكي أحررك، ابنك سيصير أهم مشعوذ تعرفينه. أيها الجاحد، عندما أمسك بك سأجعلك تندم على ما تقترفه في حقي، سترى. بحسب كتاب الخرائط يمكننا أن نجد السرسبيلو هنا. إذا افتحوا عيونكم، هنا أنا من وجده. وأنا سأسبقه، السرسبيلو لي. إنها سرسبيلة عادية. هل أنت واثق بمعلوم؟ أخبروني يا سنافر، هل أنهيتم الحصان؟ أمسك بهم هالهون. أحسنت صفصافة، لنسافر من هنا. انظرا، لا شك أنها سرسبيلو. عدنا ثانية. اسمع، لقد نفد صبري تماما، أخبراني ما المميز في تلك النبتة. ما أعلمه أنها ترجع العجوز شابا. السرسبيلو تعطي قدرة التحدث إلى النبات، معلوماتك ليست صحيحة. هل انقطع نفسك؟ لا، سأريك. إنها لي. لا، عزيزتي، السرسبيلو لي أنا. شرشبيل، اتركها. كما ترين. أين تودين الهبوط؟ آمل أن نفسك لم ينقطع. وأخيراً سأصير أهم مشعوذ في هذا العالم يا هلهون. شكراً، في رأس أمك دباميس شعر كثيرة يا ناكر المعروف. لا، إنها لي. بل إنها لي. 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 أنا. اتركها في الحال. أعطنيها. رابح. ما الأمر؟ هذا كله بسببك يا أحمق. وجهي الجميل شوه. أنت السبب في كل هذا يا أمي، كان علي أكل النبتة كلها حتى أستفيد منها. ماذا فاتني؟ ورقة؟ سامحوني لأني تصرفت برعونة، أردت بشدة الحصول على السرسبيلو، لذا فقدت سنفرتي. لا تعتذر بابا سنفور، ارتكبنا الخطأ نفسه عزيزي. لم أفهم إلى الآن لما أم شرشبيل وشرشبيل لم ينتفعا أو يكسبا قوة بعد أن أخذا السرسبيلو وأكلاها. حسناً، ربما كان عليهما أكلها كلها بدل نصفها، من يدري؟ السرسبيلو نبتة عجيبة. مهلا، إنها ليست كالنبتة التي وجدناها. زرقاء؟ حسنا، سررت برؤيتكم، ولكن علي الذهاب لأني تركت الشاي على الموقد. أولا افسحوا الطريق للكبار. لن أحصل عليها بابا سنفور. انتظروا.
هل هون؟ ابتعد، لا أستطيع رؤية شيء. والآن لنرى ما سيحدث. خلطة التجميد، إنها تعمل. هذه فرصتي للتخلص من أولئك السنافر إلى الأبد. عندما أجمدهم في مكانهم سأضعهم في كيسي واحداً واحداً. سيكون حفل الاعتدال الربيعي رائعاً هذه السنة. نعم هذا مؤكد، ولكن ما معنى الاعتدال الربيعي؟ وسيعد الطباخ أشياء كثيرة منها عصير التوت البري. التوت البري لذيذ. أجل، ولكن قطفنا التوت من أجل الحفل. لكن هيا بنا. تعال يا نفور. نفور قادم. هل سمعت ما سمعت أنا يا هلهول؟ ما علي إلا أن أضيف خلطتي إلى عصير التوت وبعدها أبدأ بالحصاد. بسرعة لنلحق بهم. هيا تعال ساعد. كيف حالك يا صديقي؟ الحمد لله. تعال وساعدني. جلبتم الفاكهة؟ أحسنتم. شكرا سنفورة. والآن وقت التنكر. تعال. الحبة الزرقاء تجعل منا سنافر والحمراء تعيدنا مثل ما كنا. إلى أين تهرب يا أجرب؟ افتح فمك وخذ الحبة. هيا. سأضع الخلطة والحبتين في الحقيبة، ومهما حدث فإياك والمواء، فنحن متخفيان. تعال معي. ألم أقل لك ساعدك؟ هنا خشبة المسرح وهنا المقاعد. سأتكفل بالأمر، لا مشكلة. أنتما تعال يا سعيدانا. لا تحك يا غبي. من أنتما؟ مرحباً. أنا ريحانة، وهذه صديقتي فلة، وهي بكمة لكنها رائعة. لم أركما من قبل، أين تعيشان؟ نعيش في أطراف قرية الفتيات ولا نخرج كثيراً لأننا نحب الاعتناء ببشرتنا الجميلة، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً. هذا غريب، لا أظننا التقينا. مرحباً. لحظة، ما بكما؟ ألم تعرفاني؟ كيف لا تعرفينني؟ أنا قريبتك البعيدة، أتذكرين؟ نعم قريبة أتذكر. ما أروع الأقارب. ما مشكلتك؟ ألم ترى مشعوذاً؟ سنفورة من قبل. صحيح، أنا عطشانة جداً. أخبرني أيها الظريف، أين أستطيع أن أجد عصير التوت البري؟ لم يعد بعد، وأنا أردت المساعدة، فاقطف التوت مع بيغونيا. هذا رائع، أنا أحب قضاء الوقت مع الأقارب. ترى كيف حال أخواتك؟ نفور يريد أن يشرب عصير التوت اللذيذ. وفي الشهر الماضي فازت عمتي بجائزة لمجموعة كؤوسها. لا أعلم ما تفعل بالكؤوس، ولكن عندها كثير منها، الكبيرة والصغيرة والمربعة والمثلثة. هذا جيد. هل تعلمين أين الطباخ؟ لا للأسف، ولكن أعرف مكان إقامة العمة عند النار، تجمع الحصى الجميلة في ذاك المكان. أنا أحب الحصى جداً وأحب أيضاً مصادفة. فلة تحب الحصى أيضاً. سأترككما معاً لكي تتحدثا. وداعاً. حسناً هذا رائع. هل ستصيرين قريبتي المفضلة أيضاً؟ ترى أين المطبخ؟ ما رأيك في صنع حبل الدود لنلعب به؟ هذا لطيف. أترى يا غبي. يا نفور، أود وضع وردة على قبعتي. هل يمكنك أن تجلب لي وردة الأوركيديا كوزموس؟ إنها أجمل زهرة عرفتها، ولكنها تنمو في منطقة العمالقة الأشرار. نفور سيجد لك الوردة. انقلع. والآن سأجد عصير التوت. أنا قادم. انتبه جيدا يا سنفور قوي، العصير لم يعد بعد، ولا أريد أن يسنفر أكور القدرة كلها قبل بدء الحفل.
رائحة زكية. مرحبا. لا تعد إلى هنا يا أكول. ما الذي يحدث؟ الأمر أصعب مما تخيلت. يا قريبتي، ثمة سنفور يناديك من الطرف الآخر للغابة. يبدو الأمر مهما جدا، اذهبي إليه. حقا؟ من يكون؟ صحيح، لعله قريبي. هذا رائع. جيد أنها انقلعت. هل هون وجدت عصير التوت البري؟ عليك تشتيت الحارس لأضع خلطة التجميد. تسنفرين عضلاتي؟ هل تعلمين كيف استطعت بناءها؟ بالعمل الجاد وقوة الإرادة. بفضل اهتمامي بجسدي فزت بكمال الأجسام 20 مرة متتالية وبلقب سنفور. سأقبض على السنافر كلهم قريبا. انتبه، أنا قادم. وفزت أيضا بجوائز سنفرة للقوة البدنية. ما بك يا أكول؟ لا تستطيع الانتظار لأضيف التوت؟ وأنت، شكرا لك، لقد أنقذت الحافل. أنا لم أجد الوردة، وجدت شعر أنف العملاق، هذا هو. فلة جائعة جدا. سأذهب وأحضر لها بعض السناف، بعض التوت البري. انظري زنبقة، إنها لريحانة، أم أنها لشرشبيل؟ هذا سيء، أضعت حقيبتي لأن قطي الغبي لا يمكنه كبح نفسه عن السنافر، والآن صارت حماية العصير أشد. مرحبا قريبتي. غير معقول، عادت ثانية. أنا لم أجد أي سنفور هناك، ربما استعجل وذهب. خاب أملي، لكن عاصفة وزنبقة وجدتا حقيبتك. شكرا، والآن لما لا تتنزهين وتسنفرين؟ أتعنين لما لا تسنفرين نزهة؟ صحيح؟ أحب طريقة كلامك، أنت مضحكة جدا. وأخيرا انقلعت. أحتاج إلى خطة أخرى. هل نلعب بعد أن نقطف التوت؟ سنفور نفور يجيد كل الألعاب. اتركني وشأني، هذا لا وقت لدي من أجل اللعب. هيا اخرج. هل هول التوت البري؟ يمكننا أن نضع فيه الخلطة مباشرة قبل أن يصير عصيرا. لو تركت الأمر لك لما أنجزنا شيئا. كنت أمزح، أليس واضحاً؟ لا شك أنك سنفور ظريف خفيف الظل. وأنا مثلك أحب الأشياء البسيطة، الحصى والعشب وبقية الأشياء. يوم مسنفر للهدايا. هدية؟ أنا أكره الهدايا. وأخيرا يمكنكم تذوق العصير، تفضلي. أخبروني، هل نسيت أحدا؟ هذا لذيذ. قريبا سيشرب هؤلاء السنافر عصير التجميد المميز. حفلا سعيدا للجميع. ريحانة اشرب العصير. نعم سأشرب. ما لذة. نجحت يا هلهول، كل السنافر لي أنت وأنت 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 وأنت. هلهول تعال إلي يا أجرب.
حان وقت العودة إلى شكلينا. نجحنا. ماذا حدث؟ لم نضع توتك البرية في عصيرنا، لكن وضعنا خلطة التجميد بالحبتين، والآن تجرع ما صنعت. هيا يا صنافر لنعده إلى المنزل. لا تنسى قطك الأجرب. سأقولها مرة بعد مرة، أكره الصنافر. أرأيتم ريحانة؟ لقد غادرت يا نفور.